يا رب حضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة النجم الكبير نجم نادي الزمالك الأسبق الكابتن مصطفى إبراهيم. يا كابتن مصطفى صباح الفل عليك، مشرف ومنور. ربنا يخليك، أنا سعيد بوجودي مع حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها بخير. حضرتك طيب ويعني بشكر الدعوة الكريمة. أشكرك يا فندم، شرف لينا. وبشكر البرنامج على الدعوة الكريمة والإعداد والإخراج. شرف لينا. وطبعا شرف ليا إن أنا موجود مع حضرتك. أشكرك يا فندم، شرف كبير لينا. بداية كده عايز أكلم مع حضرتك في جزء يتعلق بنادي الزمالك وبعد كده نروح لمنتخب مصر. اليوم جدد محمد عبد الشافي تعاقده مع نادي الزمالك حد 2024 دون شروط، بل بالعكس كمان طلب تخفيض أجره او راتبه مع نادي الزمالك. رأيك ايه في حكاية محمد عبد الشافي، في قصة محمد عبد الشافي مع نادي الزمالك على مدار تاريخه مع النادي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد الشافي كل يوم بيثبت ان هو فعلا رمز وشخصية جميلة جدا، قمة الأدب والاحترام، قمة الالتزام، قمة التواضع، قمة العطاء. يعني احنا لما رجع من الدوري السعودي كانت اغلب الناس كانت بتقول مش هيكمل الموسم، يعني كان بيشككوا في قدراته بعض الشيء، انما هو اثبت ان هو لعيب كبير ملتزم بالمكان اللي هو موجود فيه، بيبذل قصارى جهده وبيتعامل بالمعنى الحقيقي للاحتراف. عمرنا ما سمعنا اي مشكله اثرها بالرغم من قدراته الكبيره وعطائه الكبير وتاريخه الكبير، انما بيقعد احتياطي. يعني طبعا لواحد زي احمد فتوح، واحمد فتوح نجم صاعد ان شاء الله المستقبل قدامه كبير، إن شاء الله. ما حسناش في يوم من الايام اللي هو في امتعاض او في كلام ان هو يعني يلعب او في مشكله في الحته دي، بالعكس تحس ان هو بيدي قوه دفع لاحمد فتوح، وانا اعتقد ان هو بيدفعه وبيكبر الدوافع عنده وبيديله الثقه ان هو يشتغل بشكل جيد في المكان ده. فهو فعلا هو لعيب كبير جدا في تصرفاته خارج وداخل الملعب، وزي ما حضرتك قلت التصرف الاخير ده بيدل على ان ده شخصيه فعلا جديره ان هي تقول عليها رمز من رموز الرياضه المصريه او من رموز نادي الزمالك من اللاعبين. وطبعا حته ان انا ابقى حاسس، يعني قليل قوي لما تحس ان في لعيب، يعني كل اللعيبه بتبص لحته الماديات دي بشكل مختلف. لا هبص لمصلحتي اولا وبعد كده اشوف مصلحه النادي اللي بحبه. طبعا كل اللاعبين بيطلعوا يقولوا انا بعشق النادي وبحب النادي، انما ساعه الجد مصلحتي اولا وبعد كده نشوف مصلحه النادي. فده يعني بيدينا مثل وقدوه يحتذى بيها، هو فعلا مثل وقدوه للاعبين الناشئين وللرياضيين بصفه عامه. اتفق. ويعني طبعا يعني احنا يعني انا كزملكاوي واي واحد زملكاوي بنشكره وبنتمنى له ان ربنا يحفظه وان شاء الله باذن الله ان هو يكمل بعد 24، لان هو مثل جيد جدا ورمز جميل داخل نادي الزمالك وداخل الكره المصريه. عارف يا فندم، يعني اللاعبين امثال كابتن محمد عبد الشافي التاريخ هو اللي بيذكرهم بشكل رائع جدا. في لاعبين الحاضر بيذكرهم اكتر من محمد عبد الشافي، اللي هم الابطال اللي من ورق، اللي هو لعيب قصف الجبهات السوشيال ميديا اللي بيعرف يعمل لنفسه شعبيه حتى لو وهميه. هو وهميه. بص يا استاذ كريم، يعني زي ما بيقولوا كده في المثل الشعبي كده، السيره اطول من العمر. صحيح. كابتن محمد عبد الشافي انا فخور ان هو زملكاوي وبينتمي لنادي الزمالك، لانه فعلا قيمه محترمة جدا داخل الرياضة المصرية، وبيضرب المثل في حاجات كتيرة جدا. أنا بقول لك أنا كنت لعيب كورة ومدرب، أنت يعني معنى لعيب كبير يقعد احتياطي، مش الموضوع ده مش سهل. صح. وما تقبلوش أي لعيب. صحيح. إلا إذا كان لعيب فعلا بيتحلى بأخلاق وقيم ومبادئ وبيبص لمصلحة ناديه وبيبص إن هو خلاص، يعني هو راجل يعني عايزين نقول ان هو بيدي دفع، قوه دفع كبيره جدا، ومن اسباب تطور ومن اسباب ارتفاع مستوى احمد فتوح وجود واحد بقيمه محمد عبد الشافي. صحيح. فاحنا طبعا يعني
التوفيق بنشكره طبعا وبنتمنى له التوفيق ان شاء الله ومزيد من العطاء ان شاء الله، لان انت مثل وقدوه جميله جدا داخل نادي الزمالك وان شاء الله تكمل لاكثر من 2014 ان شاء الله. طيب عايز اسالك عن منتخبنا الوطني، مشاركته في كاس الامم الافريقيه مشاركه ما بين الطموح الكبير ان احنا نكسب البطوله صفتنا منتخب مصر يعني، وما بين الترقب لما سيفعله كروش مع منتخب مصر في هذه البطوله، وما بين القلق من قوه منتخبات اخرى في كاس الامم الافريقيه. حضرتك متابع مشاركه منتخبنا الوطني ان شاء الله في هذه البطوله ازاي؟ طبعا احنا بنقول يعني مستر كروش اثار جدل في المؤتمر الصحفي قبل السفر. انا عايز اقول حاجه، كروش مدرب كبير عنده سي في كبير صحيح، واشتغل في انديه كبيره صحيح، واشتغل في منتخبات صحيح، ووصل كاس العالم. مش ممكن، مستر كروش ذكي جدا. يعني احنا لو هنتكلم بعيد عن المؤتمر الصحفي، هو بينه وبين نفسه بعيد عن اي اتفاقات، حتى لو هو قاعد مع المسؤولين في اتحاد الكوره واتقال له ان هو اهم حاجه عندنا كاس العالم، كاس العالم وحته البطوله العربيه وبطوله كاس الامم هتاخدها اعداد لو حتى الاتفاق ده تم بالشكل ده. انا ما اعتقدش على المستوى الشخصي لمستر كوش ان هو هيفكر نفس التفكير، لان هو مدرب كبير جدا، اسمه يهم ان اسمه يبقى في مكانه كبيره جدا، وخصوصا ان هو داخل في قاره جديده عليه صحيح. يعني هو اشتغل في قاره اسيا، اشتغل في امريكا الجنوبيه صحيح. انما قاره افريقيا تعتبر جديده بالنسبه له واوروبا طبعا في الانديه اللي اشتغل فيها طبعاً. انما بالنسبه لقاره افريقيا هو طبعا مدرب كبير ويهمه ان اسمه يفضل كبير ويكبر اكتر صح. وخصوصا كمان في مكان جديد صحيح هو بيشتغل فيه. انا بشكر حضرتك مبدئيا. ليه بقى؟ خليك. عشان انا سوري اتنبه في الصيغه اللي حضرتك اتكلمت بيها دي، انه يا جماعه حتى لو كروش قال لكم انا مش هاخد كاس الامم الافريقيه، اكيد هو سيبك من ان هو بيحب منتخب مصر وبيعشق منتخب مصر، هنقول ان هو ما بيحبش منتخب مصر وجاي ياخد فلوس زي ما بعض الناس بيحب نفسه، بس اكيد بيحب نفسه طبعا، اكيد عايز يبقى ناجح طبعا، اكيد عايز يكسب بطوله يعني. ده فكره طبعا. معلش انا حتى لو انا انسان فاشل كمان وما عنديش سي في وما عنديش تاريخ، انا مش هبقى داخل اي فرصة. بطوله عايز اخسر طبعا، اكيد عايز اكسب يعني طبعا. فزي ما حضرتك بتقول كابتن جوهري جه في بطوله كاس امم 98 بص، هيئ الراي العام كله ان احنا رايحين هنطلع من الدور الاول، هنتبهدل كل يعني لا كسابة. هنخرج من الدور الاول صح، والراي العام خلاص والاعلام هيئوا للوضع ده صحيح، ورحنا خد كاس الامم الافريقيه باداء فوق الممتاز صح. فاللي انا عايز اقوله ان مستر كروش مدرب كبير جدا وشخصيه قويه جدا وذكي جدا وعنده ملكه التحاور، يعني بيعرف يتحاور مع الاعلام بشكل جيد. اتفرجت على لقائه مع الاعلاميين، ذكي وقصاده الرحب وبيستوعب جميع الاسئله وبيجاوب اجابات مستفيضه بتريح الاعلام. فاللي احنا عايزين نقوله ان هو مدرب كبير عايز يحافظ على اسمه ويكبره في مكان جديد بالنسبه له طبعا، هيبذل قصارى جهده ان هو ياخد بطوله الامم الافريقيه عظيم، بجانب ان هو معاه مجموعه من اللاعبين لعيبه مميزه جدا ايوه، فريق محترم ايوه، يعني في كل الاماكن، عشان في ناس كثيره تقلل من هذا الجيل. لا لا يعني انا مع احترامي لكل الاراء، انما انا وجهه نظري الشخصيه محمد الشناوي احسن جون في افريقيا، ابو جبل، والكلام اللي احنا بنقوله ده يعني ان احنا مش بنخترع كلام، الكلام ده في التصنيف حتى الافريقي او في القوه الشرائيه بتاعت اللعيبه، ابو جبل ومحمد الشناوي متصنفين من العشرة الاوائل. فاحنا مش هنتكلم بقى على مندي تشيلسي، هنتكلم على المحليين اللي عندنا. اه لا، اصل لو افريقيا على مستوى المحترفين فانت عندك بونو بتاع المغرب بونو ومندي، وهنخش في الموضوع هيكبر عن كده. فاللي احنا بنقوله ان محمد الشناوي عندنا، محمد الشناوي احسن جون في افريقيا يعني حجازي من افضل المدافعين اللي موجودين في افريقيا بشكل عام طبعا، في القاره طبعا. يعني انا بمشي كده، بنمشي يعني بناخد خط يعني خط خط, خط. الونش واخد احسن مدافع في مصر صحيح، يعني ومن افضل المدافعين اللي موجودين في افريقيا برضو لو تصنف صحيح. الباك رايت والباك ليفت بتاعنا
يعني مع ان اكرم توفيق راجل مش باك رايت اساسا انما من اللعيبه هنقول المميزين جدا في المكان ده وبيقدم بشكل كبير جدا. قاتل كمان. اه يعني وبيمتلك روح قتاليه. هي دي نوعيه اللاعب المصري الاصيل يعني اللي هو الروح القتاليه قبل اي حاجه فنيه. كره القدم يا استاذ كريم اهم سلاح فيها عشان تقدر تحقق نتيجه او اداء هي الروح. صحيح. لو ده مش موجود لو انت مارادونا انت ولا حاجه. صحيح. ففتوح عندنا نجم صاعد ومن احسن اللعيبه اللي جايه في الحته دي في افريقيا. صح. وسط الملعب يعني عندنا النني ارسنال كابتن الارسنال لعيب كبير ولعيب تقيل. هنخش عبد الله سيب من احسن اللعيبه اللي موجوده. عمر مرموش لعيب على مستوى عالي جدا. عمرو السوليه كان من افضل اللاعبين اللي موجودين. عمرو السوليه من افضل اللعيبه اللي موجوده في افريقيا. حمدي فتحي ابتدى خلاص يفوق يعني الفتره الاخيره لما موسيماني ابتدى يعدل طريقه اللعب بتاعه النادي الاهلي. صحيح. ابتدى يدخله فورمه كبيره جدا وابتدى يخرج الطاقات الايجابيه اللي جوه اللي عنده ويخرج المستوى الحقيقي لحمدي فتحي وده انعكس على منتخب مصر في الفتره الاخيره. عندنا مصطفى محمد من افضل المهاجمين اللي موجودين في القاره الافريقيه. ولسه يعني لسه عنده لما ياخد الخبرات اللي واخدها المحترفين بره او اللعيبه الكبار هيبقى من افضل المهاجمين اللي في العالم. صحيح. يعني يمتلك المقومات اللي تخليه مهاجم عالمي. فاحنا بنتكلم انا بقول يعني مجموعه طبعا عندنا محمد صلاح يعني احسن لعيب في العالم طبعا مهما الاستفتاء تقول. هو بالنسبه لنا في مصر وبالنسبه لناس كتير في العالم هو افضل لعيب في العالم. لا لان الجائزه الجائزه اللي بتتاخد دي بيبقى فيها يعني فيها رعاه وفيها شغل بيتعمل وفيها تربطات. بعيد عن التربطات والرعاه والكلام ده كله ان شاء الله يوم 17 جائزه ذا بيست الفيفا افضل لاعب في العالم هيكون محمد صلاح. ده ان شاء الله يعني ده تتويجا هيبقى باذن الله يعني ده تتويجا فعلا لتعبه وادائه لان هو يستحق ان هو يكون افضل لعيب في العالم بما يقدمه من اداء رائع. احنا عندنا لاعب مصري بينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزه افضل لاعب في العالم. يعني ده كان حلم يعني. لا وارقام قياسيه يعني انت حلم يعني يعني بينافس ميسي وبيوصل لارقام قياسيه للعيبه كبار جدا في الدوري الانجليزي وبينافس يعني بيحط نفسه كل يوم بيعمل رقم قياسي في البطولات الاوروبيه وداخل الدوري الانجليزي. يعني يمكن اللعيب الوحيد اللي سجل في كل الانديه الانجليزيه داخل الدوري الانجليزي. صح. هداف الدوري الانجليزي. لا ما تعدش ارقام بقى. وبعدين دعاوي بقى يعني احنا مش بنقول احنا بنقول دعاوي مليارات المسلمين اللي محمد صلاح ان شاء الله هيتوج في 17 اللي جاي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان هو يحصد جائزه احسن لاعب في العالم. طب المجموعه دي كلها يا استاذ كريم يعني دي مش مجموعه في تريزيجيه بقى ومرموش وطبعا انا من الناس اللي يعني سعيد جدا برجوع محمود تريزيجيه لانه لعيب كبير. صح. لعيب كبير فعلا ويفرق معانا كتير جدا لما يبقى في فورمته ان شاء الله ويعني وجوده في الملعب. خلي بال حضرتك لما يبقى موجود تريزيجيه في الملعب مع محمد صلاح بيشيل عبء كبير. صح. وده اللي كان بيحصل في اوقات كتيره جدا لما كانوا الاثنين موجودين في الملعب. لما بتبقى معتمد ايام كوبر كان كل اعتماد منتخب مصر على محمد صلاح. تريزيجيه كان بيشيل هم كبير جدا في اوقات كتيره جدا وهو يمكن من الاسباب الرئيسيه اللي وصلتنا كاس العالم. وعنده كمان عنده ادوار كمان دفاعيه وهجوميه رائعه. لا ملتزم يعني اللعيب المحترف يا استاذ كريم مفيش دلع. صح. انت لو ما التزمتش واديت دورك الهجومي والدفاعي انت خارج الحسابات والمقابل المادي بيقل والتصنيف بتاعك وبترجع لمستويات اقل في الفرق. الفرقه بتبتدي تحطك نمره 2 في فرقتك وممكن تبقى نمره 3 وممكن يستغنوا عنك في اي انتقالات موجوده. فانت تحافظ على مستواك بالتزامك ادائك الهجومي الجيد ادائك الدفاعي الجيد اللي تبقى عندك بقى زي ما نقول ايه الاضافه بقى اللي هي بتاعه المهاره المصريه ان انت بتعمل حاجه جيده لنفسك بتعمل الفارق في اوقات كتيره جدا. فدي اللي بتفرق لعيب عن لعيب بالتاكيد. طيب لو حضرتك شايف التشكيل المناسب لمنتخبنا الوطني في مواجهه المنتخب النيجيري ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم غدا باذن الله بتوقيت القاهره في السادسه مساء شايف التشكيل يكون مناسب ليها؟ انا عايز اقول حاجه بس في الاول. فضل. في قاعده مهمه جدا في كره القدم يمكن كانت النهارده الكاميرون هتدفع ثمنها غالي. عدم احترام الخصم ممكن يخرجك بره البطوله. صح.
انا بس ببتدي بالحته دي علشان احنا يعني بنهيئ او بنتكلم على منتخب نيجيريا ده انه منتخب سهل. سهل ايه؟ لا او لا يعني الاعلام بتناول في منتهى القوه. يعني بقول التناول في بعض المنابر الاعلاميه ان منتخب نيجيريا مدير الفني سابه متغير. بعض اللاعبين مش موجودين. بعض اللاعبين مصابين. منتخب نيجيريا يملك كتيبه من اللعيبه المحترفه. صحيح. وفي انديه كبيره جدا. صحيح. ومنتخب نيجيريا منتخب من المنتخبات المصنفه اولا في التصنيف الافريقي، هو من الخمسه الاولانيين. اي ظروف بتتقال، اي ظروف بتتقال مش هتقلل من قيمه المنتخب النيجيري طبعا. فده اللي انا عايز اقوله، ان احنا ننزل من بدايه المباراه نحترم المنتخب النيجيري احترام كامل. صح. لان ده اللي هيولد عندنا عناصر الفوز في كره القدم، حاجات ثابته. ان انا احترم الخصم، هنزل جوه الملعب مركز كويس قوي، تركيزي عالي جدا، ملتزم جدا دفاعيا وهجوميا. وبالتالي هبقى منظم دفاعيا وهجوميا. صحيح. ونتحلى بروح قتاليه جوه الملعب، لان هي دي اللي هتحدد المكسب. صحيح. لازم الكلام ده يبقى موجود في منتخب مصر. صحيح. عشان المباراه تكون سهله. صحيح. ولازم المباراه نبص لها، احنا مش عايزين نحط نفسنا في ضغوط كبيره. بس احنا بنحترم وبنأدي الاداء اللي وصلنا للمكسب. صحيح. واحنا بنحترم الخصم عشان ما يحصلش انتكاسه، ما حصلش دروب في المباراه. لان النهارده انا بقول، انا بتفرج على منتخب الكاميرون النهارده، عدم احترامه للخصم كان هيضيعه، كان هيضيع منه المباراه لولا ان ربنا سبحانه وتعالى وفقه في 7-8 دقائق، رجع للمباراه في 7-8 دقائق بضربتين جزاء. فاحنا مش عايزين نتحط في المواقف دي. منتخب مصر قوي، يملك لاعبين كبار. لاعبين بقى اللي هيلعبوا ان شاء الله هذه المواجهه من ال 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 زي ما انا بقول، احنا اتكلمنا قلنا محمد الشناوي واضح حراس المرمى ده. طبعا حجازي والونش. طبعا محمود فتحي، حمدي فتحي. الاول اكرم توفيق على اليمين، اكرم توفيق هو بيلعب ثلاثه. الونش وحجازي قدامه راس مثلث لقدام حمدي فتحي، على يمين الملعب اكرم توفيق، على شمال الملعب احمد فتوح. بيلعب بثلاثه في وسط الملعب. طبعا النني ده الارتكاز اللي هو في قلب الملعب. اعتقد ان يعني ان هو طبعا نفسه يلعب عمرو السوليه، بس ما اعتقدش ان هو ممكن يلحق المباراه، لان المباراه تقيله برضو. اعتقد ان انا ممكن يعني في المباراه زي دي ممكن احمد السيد زيزو، ممكن تريزيجيه، ممكن الناس دي تشتغل في النص في وسط الملعب. طبعا قدام اعتقد برضو انه هيكون عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح. اعتقد ان ده التشكيل الامثل او اللي هو ممكن يفكر بيه. صحيح. كابتن الكبير كابتن مصطفى ابراهيم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الحضور الرائع جدا. ربنا يخليك. استمتعت جدا بتواجد حضرتك النهارده. انا سعيد بوجودي مع حضرتك، وبشكرك وبشكر اسره البرنامج، وكل التوفيق والنجاح لكم. ده شرف لينا كبير يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا. ده ختام حلقتنا النهارده. رحمه الله على الاعلامي الكبير الاستاذ وائل الابراشي. اشوفكم يا رب على الف خير.